اهلا بيك، ازيك يا بسمه؟ مهرجان النهارده، مهرجان الاي اس اي، بيتهيألي انا اول مره نشارك فيه، يعني اول مره اشارك بحاجه في المهرجان هنا. عندي فيلم ان شاء الله هيتعرض، فيلم اسمه ترند، اخراج استاذ احمد سامي. احنا مشاركين بيه في المهرجان السنه دي وان شاء الله خير. بتكلم عن الدور؟ لا، بس خلي الناس تتفرج الاول عشان ما نحرقش الفكره. لا، الكواليس طبعا كانت ممتعه، لان احنا قعدنا الفيلم، يعني كان الفكره كلها بتقوم في لوكيشن واحد، فكان اليوم ما كانش 12 ولا 3، احنا قعدنا 24 48 حاجه. انا فاكر ان في يومين او 3 ايام راحوا جوه. في كواليس طبعا كويسه، وكنت سعيد بالتجربه سواء مع المخرج او المؤلف او الكرو كله. يعني هو كانت تجربه حلوه، وفي فكره، يعني احنا بنقول ان في ناس بتجري وبتلهس على الترند، وبتجري وعايزه تعمل الترند. هي احنا الفكره بتاعت الفيلم بتاعنا باختصار شديد بتتكلم عن كده. طير بينا يا قلبي كان اخراج استاذ عصام نصار، كنت بعمل فيها شخصيه مستر عادل، هو مدرس انتهازي شويه وبيحب الفلوس. مبسوط جدا بالراي الناس ومشاركتهم، والناس كانت حابه الفكره جدا، واحنا كنا مترجتين جمهور معين، والحمد لله وصلنا له جمهور الاطفال تحديدا، ان هم عندهم مشكله في مشاكل في الدراسه او مشاكل في التعليم. فالمسلسل لايت كوميدي اجتماعي، كان لطيف جدا، فانا مبسوط بمشاركتي فيه. ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ ردود الافعال، هو بصي، انا كنت طالع استاذ رياضه، والراجل دوت عنده مشاكل شخصيه، ان هو انتهازي جدا، بيحب الفلوس، فبيضحك على الستات، بيبقى عايز يشتغلهم في فلوس يعني. وفي نفس الوقت هو عنده معاناه شخصيه، ان والده كان مربيه في طبقه معينه، بس والده توفى، وهو بقى فقير جدا من بعد وفاه والده، فاضطر ان هو يعمل شويه حاجات حيل عشان يسد ديونه. الفيدباك بتاع الناس كانوا متضايقين من شخص اللي اسمه عادل ده، لان هو راجل نصاب، وخصوصا ان هو كان بينصب على الستات او بينصب على البنت اللي بيحبها. فالناس يعني اكيد طبعا، اكيد طبعا. لا 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 لا، الحمد لله الحمد لله. يعني انا بحب الشخصيات اللي بعيده عن شخصيتي خالص، وببقى مبسوط جدا الناس مصدقاها، يعني الحمد لله. مسلسل الونش اخراج استاذ اسماعيل فاروق، تاليف استاذ احمد فتاح، بعمل فيه شخصيه جديده جدا عليا، الحمد لله، يعني الجمهور هيتفاجئ بيها. وبتكلم عن قضيه معينه من خلال شخصيتي. طبعا هو في احداث دراميه ما بين محمد رجب ومريهان حسين، وفي من ابطال العمل يعني، لكن انا عندي مشكله شخصيه مع والدي، فان شاء الله الناس تشوف المسلسل، ويا رب ان شاء الله يعني يعجبهم الشغل. جميلة جدا، جميلة جدا، وانا ببقى مبسوط جدا بالشغل معايا. طبعا 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 طبعا، ده ثالث مسلسل بنشتغله مع بعض. انا اشتغلت ضربة معلم كان مع استاذ محمد رجب، واشتغلت الاخ الكبير، فمش اول تجربة. واشتغلت من زمن، يعني من 7 8 9 سنين اشتغلت في فيلم صابر جوجل، وكان هو بطولته برضه. لا، فانا بحترمه جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي، وان شاء الله يعني الشغل بتاعنا يطلع بمستوى جيد والناس تتبسط. يعني المفروض في خلال ايام، يعني هو ميعاد عرضه قرب جدا، بس مش قادر التزم اقول لك ان هو من وقت كذا عشان ممكن يحصل اي تاجيل او حاجه. مشاركتي عن فيلم فوي فوي ده ان شاء الله فيلم قريب هيبقى في دار العرض، يعني هو اخراج استاذ عمر هلال، تاليف واخراج استاذ عمر هلال، اخراج انتاج استاذ محمد حفظي، بطوله نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد. بعمل فيه شخصيه جديده، شخصيه شخص كفيف، والشخص ده بيلعب كره قدم. ان شاء الله يعني برضو اتمنى ان الفيلم يعجب الجمهور. فدي اول تجربه سينما ليا حقيقيه، اللي هي ببطوله بشكل يعني في عمل او شغل جديد في السينما، ده بالنسبه لي. احنا خلاص فاضل حاجه بسيطه جدا في التصوير، يعني خلاص هو على وشك الانتهاء، ويا رب يا رب يا مسهل يكون ينزل في اقرب فتره. يعني باذن الله في كلام، بس لسه ما اقدرش ادي عليكم فيرم او تصريح غير لما ابدا تصوير ان شاء الله. شكرا ليك.